شو هدك ليش؟ إذن مشاهدين جميعا شفت مرحبا بكم في البث المباشر في ضبط مدينة الدار البيضاء. يعني كما كتلاحظوا مع المشاهدين الكرام كنتواجدوا في ساحة الأمم المتحدة، يعني حملة أمنية قوية هنا في هذه المنطقة هذه من طرف رجال الأمن مشكورين اللي كيقوموا بحملات يوم بعد يوم من أجل إيقاف الأشخاص المخالفين والأشخاص المجرمين. يعني حملة أمنية قوية هنا وقفوا العديد من المخالفين هنا في هذه المنطقة. يعني يبقاو العناصر الأمنية على الأرجل ديالهم بدون زي، يعني كيقوموا بحملات تمشيطية. يعني صراحة مشكورين رجال الأمن صراحة اللي يخطينا أمن في بلادنا. يعني حملات تمشيطية قوية من طرف رجال الأمن تابعين إلى منطقة أنفا. يعني بعد نهاية المقابلة للمنتخب الوطني المغربي ضد نظيره المنتخب الكرواتي واحتلال المركز الرابع، يعني حملات تمشيطية من طرف رجال الأمن. يعني كيف كتبعوا معنا مشاهدينا الكرام حملات أمنية قوية هنا في هذه المنطقة هذه من أجل إيقاف المخالفين وإيقاف أشخاص المشبوه أمرهم. من بعد نهاية المباراة للمنتخب الوطني المغربي يعني وقفوا العديد من الأشخاص هنا بهذه المنطقة، يعني تم توقيف العديد من الأشخاص بهذه المنطقة هذه. يعني مشكورين رجال الأمن اللي كيقوموا بمجهودات جبارة. يعني صراحة لا يخطينا أمن في بلادنا، يعني كيخدموا ليل نهار من أجل الراحة ديال المواطن. إذن مشاهدي الكرام شكرا لكم، غادي نتلاقاكم، شكرا لحسن التتبع.